أهلا بكم من جديد. أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي استعداده لمواصلة العمل مع الجهة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار وتطبيقها كاملة على النحو المطلوب، كما نوه الحزب بموقف ولي عبد العزيز من المأمورية الثالثة ووصفه بالواضح والصريح. ورأى الحزب الذي يرأسه مسعود والبلخير أن تدارك النواقص وسد الثغرات يبقى موضوعاً للتشاور والحوار المستمر الذي هو روح الديمقراطية وسبيل التوافق وسنة الحياة القومية، مردفاً أنه لذلك يجب أن يبقى الباب مفتوحاً أمام مشاركة كافة ألوان الطيف السياسي وجميع الفرقاء لضمان الوصول إلى تصور تشاركي شامل يجد فيها الكل مكانته اللائقة حسب تعبير البيان. ومعنا مشاهدينا الكرام للتعليق على بيان حزب التحالف الشعبي التقدمي الدكتور محمد ول الناتي قيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي. إذا ضيفي الكريم السيد محمد الأمين ول الناتي أمين الثقافة والإعلام في التحالف الشعبي التقدمي، أهلا وسهلا بك. إذا بداية، ما الذي دعا حزب التحالف إلى إصدار هذا البيان والالتحاق باللجنة المشرفة على تطبيق نتائج الحوار؟ الالتحاق والاستعداد للالتحاق على صح. التحالف الشعبي التقدمي بالنسبة إليه في هذه القضايا كما هو واضح في البيان، المهم عنده هو ثوابت معينة ومحددات وضوابط ونهج. هذا النهج هو اللي يجعله أساسا يشارك في الحوار انطلاقا من هذا الحوار جاء وفق شروط ومحددات كان للتحالف الشعبي التقدمي مساهما في اعدادها اولا. وثانيا وقع الذي لا يحتاج الى توضيح من ان التحالف حين احس ما يريبه في سير الحوار وحين طرحت اموره صراحه والعدم منها المأمورية الثالثه ما كان منه الا ان يشمر عن ما يسمى سوق الجدي وأن يقف في وجه مثل هذه الأمور وهذه الأمور المعدة والمبيتة على خلاف ما كان أصلا الحوار معقودا من أجله. وإذا حين تبين لاحقا وبموقف واضح وصريح أن هذه الأمور التي كان يتخوف منها التحالف اصلا، خصوصا ان جل مخرجات الحوار بشكل صريح جاءت مستمده من برنامج التحالف الشعبي التقدمي ومشروعه المجتمعي، وان الذي ساد كما يعرف الجميع في الورشات كان هو منتهى الى هذه النتائج، وفيها كان خطاب التحالف خطابا قويا وكان صوته مجلجلا وكان حضوره باديا وفاعليته لا شك فيها ولا تخفى على احد. حين انتهت الامور الى النتيجه فالمهم هذه النتيجه، هذه خيارات وطنيه كبيره، وهذه مساله كانت ستقود موريتانيا الى ورطه لا قدر الله، كان التحالف سيواجهها بكل ما اوتي من قوه مع الراي العام الوطني بشكل عام، حتى انها وصفت مرة انها كانت منكرا من القول حين تم التراجع عنها، وحين كانت العوده الى الرشد ما كان من التحالف إلا أن ينسجم مع رؤاه وتصوراته ومعواقفه التي جسدت في نتائج الحوار وأن يسعى إلى تطبيقها. هذا أولا. ثانيا أنه ذات الوقت إذا كان يؤمن بنهج الحوار كسنة قويمة للحياة التي وصلت بأنها قومية قويمة فعلا ولا بأس إن كانت قومية فهي كذلك، بمعنى أننا نرى أن الحوار والتشاور هو النهج الوحيد الذي يمكن أن تحل المشاكل، ودعونا الذين انخرطوا معنا في هذا الحوار إلى أن يواصلوا هذا الاستعداد، وكلما كان هنالك تنازل وكلما كان هنالك اقتناع تجاوز المواقف التقليدية معناه أن الحوار كان مجديا، وهذه نتيجة كما قلت نتيجة كبيرة أضيفت النتائج التي تحققت في الجولة السابقة من حوار 2011. والآن ندعو
الفرق السياسية قاطبة، والذين توصلوا معنا إلى هذه النتائج إلى أن يعودوا إلى الحوار الذي لا بد أن يستمر على أنه جهد مستمر ملازم و مزامن للتجارب الديمقراطيه من اجل الشراكه والحل التوافقي، وليست مساله التحالف الشعبي التقدمي، انما المهم مساله موريتانيا وموريتانيا بالنسبه لنا اولا واخيرا، وكلما كان هنالك ظروف متاحه وفرصه متاحه لان نعزز هذا المسار الديمقراطي وان نضمن مسارا تشاركيا وان نفتح المجال ليشارك الجميع حتى الذين لحد الساعه لم يلتحقوا بركب المحاورين، نحن ندعوهم ونرى انه من اجل أن يكون الحوار ناجعاً وأن تكون النتائج لها قيمتها أن يفتح المجال وأن يفتح الباب لكل ألوان الطيف السياسي والفرق السياسية بشكل عام، وأن تكون نتيجة التحالف الشعبي التقدمي والانتصار التحالف الشعبي التقدمي كما يقر له الشعب الموريتاني الآن، إنما هي انتصار لموريتانيا بشكل عام، وعلى الكل أن يدري في عبد به وأن يمد يده لتتشابك الأيدي. واضح ضيفي الكريم، عدتم إلى النتائج وتطبيقها، ما هو الضامن عندكم لتطبيق هذه النتائج؟ وهل ترون أنها فعلا ستخرج البلاد من الأزمة إذا طبقت؟ توقعنا اساسا انه ما دمنا تجاوزا المطبات الكبيره والعقبات الكأداء التي تمثلت في مثل هذه الامور التي طرحت والتي تم تجاوزها والتغلب عليها، هذا وحده كان دافعنا الى ان نستعد للمشاركه في الآلية التي ستتكفل بتطبيق النتائج، وهي اصلا شرط من شروط الحوار ومطلب الرئيسي منه، وليس لنا ان نعدل عن هذا الخيار ولا ان نتراجع عنه لانه خيارنا الاصل، ونريد ان تكون النتائج نتائج مهمه وان تتطبق هذه النتائج وان يكون لها اسهامها في نقل موريتانيا من الوضع الذي تعيشه، لابد ان نسعى وان نكون حريصين على ان تنزل للواقع وأن تطبق وأن تنفذ بحذافيرها، وذلك ما سعانا وسنبذل فيه قصارى جهدنا، والمسألة بالنسبة لنا ليست مسألة مغالبة إنما هي مسألة خيارات وأهداف كبرى تتحقق بالسبيل الذي يمكن تحقق به، وليس هنالك شيء نهج أكثر من الحوار والسلاسة والمرونة التي أفضت إلى هذا الذي كان يراه البعض ضربا من المستحيل. إذا واضح ضيفي الكريم سيد محمد لمين والناتي أمين الثقافة والإعلام في حزب التحالف الشعبي التقدمي، أشكرك جزيلا. شكرا.